انزل بالسلامة انت بس، ربنا يستر عليك يا ابني، ربنا يستر عليك. شايفينه يا جدعان؟ بصوا، لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب القصة الكاملة لحريق الإسماعيلية. الناس تصحى الصبح تقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كليم، وقبل ما تروح شغلها وتقضي مصالحها تفتح السوشيال ميديا عشان تشوف ايه الجديد في الاخبار. والنهاردة الحقيقة كان في خبر حزين جدا قالب الدنيا على السوشيال ميديا بشكل عام والإسماعيلية بشكل خاص. اللي حصل ان مبنى المديرية بمحافظة الإسماعيلية الصبح بدري في الوقت اللي اغلبنا كان نايم فيه حصل فيه حريق كبير جدا، وللأسف اتفحم المبنى بالكامل. بعد ما الحريق أكل الأدوار العالية حتى الواجهة الرئيسية للمبنى انهارت، وتم إخلاء المبنى من كل الموجودين فيه في الوقت ده. الأهالي بلغوا الحماية المدنية بالإسماعيلية علشان يجوا يسيطروا على الحريق جوه مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وفعلا اتبعتت عربيات المطافي وخمسين عربية إسعاف لمكان الحريق. كمان إسعاف السويس وبورسعيد شاركوا في نقل المصابين للمستشفيات، وكمان بعتت القوات المسلحة طيارتين وعربيات إسعاف وبدأت عملية تبريد المبنى واللي استمرت أكتر من 4 ساعات. وحسب البيان الأولي والرسمي لوزارة الصحة اللي قاله الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنهم قدروا ينقذوا 38 حالة من المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، وعربيات الإسعاف أنقذت 12 مصاب في موقع الحادث ومشيوا، وتم نقل 26 من مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، لأن في 24 شخص منهم مصاب بحالة اختناق وحالتين مصابين بحروق، وخرج 7 مصابين بعد ما أخذوا العلاج وبقت صحتهم أفضل. في الوقت الحالي مستشفيات جامعة قناة السويس وكل مستشفيات محافظة الإسماعيلية فعلوا خدمة حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، وتوفير أطقم طبية وأطقم تمريض وجميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة علشان يتم التعامل بين المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية. الأهالي اللي كانوا في المنطقة قالوا إنه سمعوا انفجار كبير جداً، وفجأة انتشر دخان أسود في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلشان كده وصل لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية فريق من الأدلة الجنائية علشان يفحصوا مكان الحريق لمعرفة الأسباب اللي كانت سبب في الحريق ده. وقالوا إنه من المتوقع إن يكون سبب حريق مديرية أمن الإسماعيلية إنه حصل ماس كهربائي في المبنى، وده أدى لاشتعال النار داخل المبنى علشان تبدأ في الانتشار لحد ما وصلت لكل أنحاء مبنى مديرية أمن الإسماعيلية اللي اتكلت واجهتها الرئيسية بالكامل بسبب الحريق. وكشف الفحص المبدئي لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إن الخسائر تقدر بعشرات ملايين الجنيهات. في النهاية اتصدرت محافظة الإسماعيلية موقع إكس تويتر سابقاً، وأطلق عدد من النشطاء هاشتاج الإسماعيلية بعد الحريق اللي نشب في المبنى في مديرية أمن الإسماعيلية. الكل قاعد يدعي للمصابين وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية الآن، اللهم سلم الإسماعيلية وأهلها واحفظها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقوتك التي لا تغلب من كل مكروه وسوء وكل من يريد بنا السوء وسائر البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. وإحنا كمان في موقع مصر بندعي لكل المصابين بالشفاء العاجل.